بدي أسألك عن عقد الأجار. احكي. بس كان بدي أفهم منك يعني إذا أنا لازم جهزه ولا أنت؟ إذا حابة تجهزي أنت على راحتك مو مشكلة. عفواً أستاذ، ممكن أتدخل بهاي القصة؟ أكيد. طيب أنسنيها، العقد جاهز، الأستاذ ياش هو كتبه بإيده. أنت تعي لعنا بعد 5 دقايق، وقتها بتشوفيه ومنتفق وفينا نوقعه كمان، ماشي؟ ناطرينك. طيب أستاذ، شكراً. رح جهز لك العقد بدقيقتي، بس بدي إقراب الأول. خلاص ياش، ما في داعي لهالشي. ليش؟ أوهو، يسلموا إيديك، شكراً كتير إلك. يا سلام، هذا عقد إيجار بيتك الجديد، العقد يلي أنت ما طلع بإيدك تكتبه مثل ما أنا عملت. ولأنك أنت كتبته لازم إقرأ أبداعك، ورجيني لشوفها. لا تحلم تشوفه أبداً، ولا تخاف، لأني وقت كتبته فكرت فيك كتير منيح، واستشرت عقلي وقلبي وعواطفي وأحاسيسي وتجاربي. لا تخاف، أنا متأكد أنه رح يعجبك كتير. طريقة حكيك هاي بتخوفني. ها، لهيك هاتوا لشوف تخبيصك. ما رح أعمل لك. لا، ما في داعي. هات لشوف، بدي شوف شو كاتب. عم قلك أعطيني. سمير خلص بقى، ورجيني. ليش ما عم بترد علي أنت؟ خلص يا ياش، اتركه من إيدك قبل ما ينشأ. فيني فوت أستاذ؟ تفضلي. أنسنيها، العقد صار جاهز هلأ، مو صفيان غير توقيعك، والأمور رح تكون مثل ما بدك وأحسن. نيها؟ أستاذ، أنا أكيد رح وقع هذا العقد، بس عندي طلب واحد. شو هو؟ أنا هلأ ما معي مصاري لأدفع التأمين. مو مشكلة. مو مشكلة. وكمان ما فيني أدفع أكثر من 25,000. مو مشكلة أبداً. ما في مشكلة، بس بدي تعطيني شوية وقت لأجمع المصاري. طمني، ما في عنا أي مشكلة بشي. ما في مشكلة. ماشي، لكن قلي هلأ شو شروطك؟ بصراحة نيها، صحيح العقد صار جاهز، بس كان بدي أتأكد بالأول أني مو نسيان شي. أنا بعطيك إياه بعدين لتوقعي. خلص. بس مو قلت لي من شوي أنه جاهز ومو صفيان غير توقيعي عليه؟ إيه، العقد جاهز، والأستاذ يا شوي اللي كتبه بإيده مبارح، لو سمحتي شوفي وقعي. نيها. بس شو هاد؟ هلأ هاد بتسميه عقد أجار؟ ليش؟ شو القصة؟ مو حضرتك بتكون السيد ياش فاردان شودهاري؟ يلي بتملك شركة عقارات وبتسافر على كل بلاد العالم وصفقاتك كلها بالملايين؟